السلام عليكم ورحمة الله، معكم الفنانة نسمة عجوج. ما عايزة أكتر كلامي، عايزة بس أقول للشعب السوداني بجد، انتو الشي اللي اتضح فيكم انتو شعب حاسد، بتحسد الزول على نعمة ربنا اللي أنعم عليه، والخروج على الحاكم حرام يا جماعة، حرام. عرفتوا بعد حسدكم؟ ما بتفهموا، ناس جهلة. اتضح انه الناس اللي بيمشوا مظاهرات ديل بينقسموا لقسمين، نصه كريزي ونصه سايكولوجي، نصه مجنون ونص عنده نفسيات، والنفسيات دي ادت لجنون تقوقع داخلي، بقيتوا ما عارفين الحقيقة من عدم الحقيقة. الشعب الزول ده ما قصر مننا يا جماعة، ما قصر مننا، شوفوا انجازاته اللي انجزها لينا، كفاية موفر لنا الامن والامان. بطلوا يفترى، انا واحدة من الناس، ايش بجيني لغاية بيتي، الغاز بجيني لغاية بيتي، لو عايز امشي املا سيارتي ما بلاقي في اي وقت، ما في اي صفوف ولا اي واحد ما بقي يتلف في صف، عايز امشي البنك بصرف في اي وقت والمبلغ اللي انا عايزاه، بتقولوا فيه وفيه وفيه وفيه. الحاجات دي يا جماعه ما في السودان، ما في السودان. انتوا عايزين تخرجوا السودان براكو؟ وده ابونا الربان البشير ده، من قومنا لقيناه عايزين، هو في زول بغير ابوه؟ ما في زول بغير ابوه، عايزين البشير ده، ما عايزين غيره، ما عايزين زول يجي يمسك ومرمطنا. ده ابونا اللامينا في حضنه، وكفايه جدا على كده. السلام عليكم، وانتوا صراحه شعب فاشل فاشل.